السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معهم. الحقيقة النهاردة وإحنا جايين في برنامج صحبة وأنا معهم قعدت أفكر كويس جدا، أنا جاي أتكلم وأقول للناس إيه؟ إيه اللي هحكي للناس؟ إيه اللي هقوله للناس؟ الحاجة اللي خلتني اللي أنا آجي عشان أتكلم كانت حاجة مهمة جدا. أول حاجة اللي أنا أقول للناس خليكم في البيت، خليكم في البيت عشان صحتك وصحتي وعلشان بلدنا، علشان نخرج من خلال الأسبوعين الجايين دول نخرج كويسين وفي صحة، يعني عندنا صحة كويسة جدا وما عندناش خسائر كبيرة جدا. دي أول حاجة. الحاجة التانية جاي عشان أقول شكرا لرجال الشرطة، شكرا لرجال الشرطة اللي بذلين جهد كبير جدا وحقيقي في ان هم يوفرونا الامن ويوفرونا الانضباط ويوفرونا حقيقي حظر تجوال حقيقي كويس جدا. فشكرا لرجال الشرطة على كل ما بيقوموا بيهم من مجهود كبير جدا لصالح امن الوطن، اضافة الى الشكر ايضا لرجال القوات المسلحة اللي بيساندوا اخواتهم في الشرطة. لكن الشكر الحقيقي والكبير جدا اللي أنا عاوز أقدمه لأطباء مصر، لأطباء مصر وممرضين مصر وتمرجية مصر. الحقيقة هؤلاء شايلين الليلة كلها من أولها لآخرها. الطبيب في مصر هنا عامل دور كبير جدا وبيلعب دور خطير جدا عشان ينقذنا. قد إيه إن إحنا يعني الأطباء حقيقي بيلعبوا دور كبير جدا في المشافي، في المستوصفات، في كل مكان بيلعبوا دور مهم جدا. طيب مش كده بس، كمان الاطباء الاخرين عاملين حقيقة جدا، اطباء عاملين الواتس وعاملين جروبات وبيقولوا للناس اي حاجة انت عاوزها احنا على استعداد نديلك الاستشارة بسرعة، سواء كان في القلب او السكر او 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 او, أو. الحقيقة عاملين شيء كبير جدا. فأطباء مصر سواء اللي كانوا بيعملوا في المشافي أو بيعملوا في عياداتهم، رغم ان هم طبعا العيادات ما بقتش مفتوحة دلوقتي، يعني اضطروا هم كمان يقعدوا في البيت، لكن انا كنت اتمنى ان هم كانوا يسمحوا ليهم ان هم يستمروا في عياداتهم علشان الناس العيانة يعني ايه تروح لهم وتتواظب ايه في اللقاءات معهم. لكن احنا لازم نحيي رجال الطب في مصر سواء اللي بيعملوا في المشافي الحكومية أو بيعملوا في المشافي القطاع الخاص، والحقيقة دورهم كبير جدا، ودوم اللي احنا بنقول لهم من برنامج صحبة وأنا معهم وهي قناة الصحة والجمال شكرا، شكرا ليكم يا أطباء مصر. الحاجة الجميلة جدا إن أنا كمان اللي خلتني آجي كانت حلقة امبارح. حلقة امبارح كان الدكتور أحمد البربري كان موجود هنا في الاستوديو وكان بيتكلم مع الناس وكان بيتكلم عن القلب وبيتكلم حاجات كثيرة جدا. فأنا النهاردة لما أستاذ محمد رمضان والأستاذ حمدي اتصلوا بي وقالوا لي النهاردة برنامج صحبة وأنا معهم النهاردة، وقالوا لي معاك الدكتور أحمد البربري، فأنا سعدت إن أنا أكون موجود معاه. يمكن إحنا كنا قاعدين بنتكلم أنا وهو قبل ما نخش هنا الاستوديو معاكم وكنا بنتناقش في حاجات كثيرة جدا. وطبعا امبارح كان قد ايه الدكتور احمد كان جميل وكان بيجاوب على يعني كل استفسارات الناس والمواطنين. والنهارده جينا عشان نتكلم، اللي ما سمعش امبارح يسمع، وجينا نتكلم ايضا هنتكلم عن القلب وعن ايه الذبحه الصدريه، ازاي ان احنا اي حد عنده القلب والذبحه الصدريه ازاي يبعد عن الفيروسات، وازاي ان من خلال شرحه ومن خلال الكلام معاه النهارده هيكون ايه ان هنوضح حاجات كثيره جدا خصوصا الناس اللي هم مرضى القلب. عشان كده انا بيسعدني ان يكون معايا الدكتور احمد البربري. اهلا بك يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدي قناه الصحه والجمال، وطبعا سعيد جدا بوجودي مع الاعلامي الهايل الاستاذ طارق عبد الجابر اللي احنا بنسمع عليه من صغرنا، يعني طبعا مش عايز اقول فرق، فهو يعني الحقيقه يعني هو كل سن ليه شاوته وحلاوته، ما يعرفوش هو بس لابس الماسك فممكن ما يكونش شكله لا هو يعني هو كان الدكتور احمد المراسل هو الدكتور احمد كان بيقول لي طب ايه اقلع الماسك الاول وبعدين ايه خش ايه وبعد كده البس الماسك وكده بس ايه فيه. لا الحقيقه سعيد جدا بوجودي مع شخص جميل زي حضرتك. شكرا يا فندم. يعني خلقا وخلقا، فالحقيقه يشرفني وجودي مع حضرتك على الهواء النهارده، وانا كنت برضه نقول للناس واحد واثنين ومليون
خليك في البيت واحنا اللي هنجيلك، مش لازم انت تروح للدكتور والدكتور هيجيلك لغايه باب بيتك. طيب كمان بيسعدني ان يكون معايا المخرج العزيز محمد عزت وزميلي ايضا محمد شحاته، لكن لازم اوجه الشكر والتقدير للاستاذ محمد رمضان اللي هو المنتج الفني الحقيقه الكبير جدا اللي هو بكل الابداعات. يعني الحقيقه كان المفروض يكون معايا النهارده في حلقه النهارده، لكن هو يعني شغال بايده واسنانه للتطوير والجديد في قناه الصحه والجمال. طبعا ده بيخلينا نقول ان يعني هو كل همه وشغله دلوقتي يعني سايب البيت وسايب كل حاجه وقاعد هنا، هو مخليه بيته هنا بيعتبره بيت الاساسي اللي هو ايه قناه الصحه والجمال. على كل استاذ محمد عزت يا ريت تحط ارقام التليفونات عشان اي حد عاوز يستفسر من الدكتور. يعني كمان نخلينا ان احنا نعرف كل جديد من الدكتور احمد البربري. يا ريت ان ارقام التليفونات تكون موجوده عشان الناس اللي هي حابه ايه فيه. طيب هو الدكتور يعني خليني اسالك سؤال فيه، هو انا طبعا لابس الكمامه، يعني المتر ده يخلينا حريصين يعني شويه ما يجيبش اي يعني شيء؟ يعني اعتقد انا كمامتي يعني انا معايا كمامه انا عارف هلبسها وانا في وسط مجموعه مش على البعد ده، يعني ده اكتر من متر، فده يعني ده تحفظ زياده يعني وطبعا محمود. فبس هو الكمامه دي بتخلي ان انا ما عديش الاخرين، لكن هي مش بتحميه، انت حضرتك لابسها مش هتحمى مني لكن هتحميني منك، بمعنى ان انت لو عطست لو في رزاز انت هتمنعه، لكن مش هتمنع رزازي انا انه يجي على ايدك، يجي على الارض وانت تمسكه بايدك، على الترابيزه وانت تمسكه بايدك. طيب يبقى خلينا نقلعها بقى ايه كده ايه شويه ايه وعلى مسؤوليتك بقى كبيره كده. احنا المسافه كبيره. دكتور احمد يعني مريض القلب ومريض الذبحه الصدريه، انا عاوز افهم ايه كلمه معنى الذبحه الصدريه؟ يعني الذبحه يعني جايه من كلمه ذبح في والصدريه يعني ذبح الصدريه حاجه الم زي السكين كده بيجي في الصدر ويؤدي واطلق عليها الذبحه الصدريه مثلا؟ ايوه هو برضو بادئ زي بدء، احب يعني عشان حضرتك لما اتكلمنا قبل الهوا ان احنا في ظرف استثنائي في حظر تجول وفي حدث جلل في العالم كله ان في فيروس، الفيروس ده بينتشر بسرعه رهيبه جدا فوق الخيال، فاحنا كلنا بنحذر منه وجايين النهارده وامبارح واول امبارح وبكره وبعده نقول للناس ونقول لهم محدش يخرج خليك في بيتك، يعني حتى بكره اول مره من يوم ما اتولدت مفيش صلاه جمعه. فده حدث انت ما تتخيلش ان احنا مثلا كفار مش عايزينك تصلي، لا ده في حدث جلل ما تخرجش من بيتك واحنا جايين لك اهو. الذبحه الصدريه ايوه حضرتك بالظبط كده، هي انجينا بيكتوريز دي معناها سكينه في وسط الصدر، هي بقى ده الاسم بتاعها المعنى الحرفي للاسم، هي بقى بتبقى في الام. الالام دي ممكن تكون زي الذبح زي السكينه اسمها ذبحه، ممكن تكون تقل، ممكن تكون حرقان، ممكن تكون خنقه، ممكن تكون ديسكمفورت عدم راحه، بتبقى في الصدر منتصف الصدر او شمال شويه او يمين شويه، هي في الصدر وبتبقى بترفق يعني بتسمع، ممكن في الاكتاف، ممكن في الدراع، ممكن في الظهر، ممكن في الدق، وبتيجي مع المجهود وبتروح لما ترتاح وبتقعدش اكتر من 3 لـ5 دقائق. طيب هو بس في اول اتصال تليفوني معانا الاستاذ حسن، اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ حسن شكرا على الاتصال، اتفضل يا دكتور. فهو الذبحه الصدريه دي بتبقى من اكتر الامراض شيوعا في العالم ورقم واحد في مسببات الوفاه على مستوى العالم، هي امراض الشريان التاجي اللي هي بداية من الذبحة الصدرية. فهي شيء منتشر جدا، وفي من السادة المشاهدين كتير جدا بيشوفونا دلوقت عندهم شريان تاجي، هي بتسمى يقول لك قصور في الشريان التاجي، وبعض البسطاء بيتخيلوا انه قصور هي قصور بقاف صاد واو راء. طيب. الصاد مش قصور كاف سين، لان يعني من المفارقات ان احدى يعني حفيدة مريضة بتقولي ماما ما نامتش طول الليل، جدتها ليه؟
عشان عندها شرخ في الشريان التاجي. قلت لها شرخ في الشريان التاجي؟ مين قال لك كده يا بنتي؟ في حاجه اسمها شرخ؟ قالت لي اه، ده بيقولوا ان حضرتك قلت لها عندها كسور في الشريان التاجي. قلت لها كسور مش بالكفسي، كسور بالقفصه، يعني مش فراكشر، ده ديفيشنسي يعني. فهي الحقيقه الواحد بيشوف الثقافات متعدده. طيب هو بس هاخد الاتصال رجع لنا تاني. الاستاذ حسن اتفضل. استاذ حسن. لا ده يبقى لو في طب فهو معايا الاستاذ حسن. الو مع حضرتك. اتفضل يا استاذ حسن سؤالك اتفضل. استاذ طارق حبيبنا. حبيبي يا فندم اتفضل. ازاي حضرتك؟ برحب بحضرتك وبالضيوف. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ بوجه تحياتي لبلدنا، جيشنا وشرطتنا وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتاكيد طبعا. ربنا يخليك يا فندم. استاذ حضرتك يا فندم، هو الحظر عندنا في الارياف يعني ولا كان في حظر. يا ريت يبقى في شده شويه في الحظر. ان شاء الله ان شاء الله. طب عاوز تسال سؤال للدكتور احمد؟ حضرتك عايز اكلم الدكتور احمد؟ اتفضل. لو سمحت يا دكتور احمد، يعني اعراض مريض القلب ايه؟ يعني ازاي اعرف ان انا مريض قلب؟ حاضر يا استاذ حسن. هو مع ان الدكتور شرحها امبارح. حضرتك مش لازم يبقى في حد بيجبرك على انك تلتزم في بيتك. لازم حضرتك تلتزم في بيتك وانت تقنع اللي حواليك بالالتزام. يعني اللي بيشوفنا دلوقتي من بلد حضرتك يلتزم من غير، مش لازم حد يجبرك. يعني انت تبقى انت حضرتك حتى انت اللي تقنع الناس بصفه ان حضرتك حد كويس ومحترم. اعراض امراض القلب بتتلخص في كذا حاجه، اهم ثلاث حاجات: الام الصدر، النهجان، لخبطه في ضربات القلب. في اعراض اخرى بس دول اهم ثلاث اعراض بنشوفهم في مرضى القلب. واحد الام بالصدر، اثنين نهجان او صعوبه بالتنفس يعني، ثلاثه ضربات قلب سريعه او بطيئه او غير منتظمه. طيب دكتور، يعني بالنسبه لهذا فيه ممكن يكون هناك في حاجه اسمها المريض بالوهم، هل ممكن يكون واحد يوهم نفسه ان هو مريض بالقلب؟ نعم نعم. في يعني اي حد في الدنيا، يعني في حاجه عندنا اسمها كاردياك نيروزيس، اللي هو زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، ان في بعض السيدات بالذات بتبقى اكتر عندها احساس ان في الم في صدرها والوجع وقلبي وكده وكده وكده. طبعا ده هو مش بنلوم عليهم، يعني هو ده مرض، يعني اسمه يا مرض متشخص. فده بيبقى رسم القلب كويس والموجات الصوتيه للايكو كويسه، وممكن رسم القلب موجود كويس، وحتى لو عملت قسطره تطلع كويسه ومفيش اي حاجه، بس هي عندها الم في الصدر. فدي بتحتاج اطمئنان، ولو في عوامل خطوره نعالجها، وممكن نديها حاجه يعني مهدئه. طيب معانا اتصال، اتفضل. مين معانا؟ محمود خفاجه من الدقهليه. حضرتك اتفضل. عاوز تسال الدكتور؟ الحمد لله. ايوه ايوه. انا اشكر الدكتور اولا. طب بس وقت التلفزيون من فضلك لو سمحت. وعايز اساله سؤال يعني على موضوع الناس اللي عندها القلب دي، ايه المخاطر اللي ممكن يحترسوا منها من الادويه ومن الوضع في الوقت الحالي؟ الوقت الحالي مقصود بيه اللي هو ان انت تقعد في البيت وفيروس الكورونا، ان انت تحترس جدا مريض القلب كذا نوع. مريض القلب اللي هو عنده ضعف عضله قلب سهل يحدث له الالتهاب بسهوله عن الاخرين، ولو لو الفيروس جاله هيتمكن منه اسهل ما يتمكن من السلام. لان عضله القلب دي لو هي ضعيفه بتعمل احتقان في الرئه، وفيروس الكورونا اخطر ما فيه انه يؤثر على الرئه، بيعمل التهاب رئوي. فما بالك لو واحد عنده ضعف عضله القلب ومش متعالج كويس، والرئه فيها بعض الشيء من الاحتقان، فبيسهل ان الفيروس يمسك فيه، ولو مسك فيه بيبقى صعب جدا جدا الشفاء. وحتى لو مش فيروس كورونا، لو فيروس عادي وعمل التهاب رئوي حاد في مرضى ضعف عضله القلب بيبقى الشفاء صعب. فدول بننصحهم ما يخرجوش من البيت الا في الضروره القصوى. الضروره القصوى هنمثلها بالنهجان اللي هو مع الراحة أو مع المجهود القليل جدا. شكرا شكرا الأخ محمود. معنا اتصال تليفوني آخر، اتفضل. مين معنا؟ ألو. أيوة اتفضلي. ممكن أكلم الدكتور؟ طب مين معنا؟ الحاج محمد الإمبابي. أهلا أهلا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. إزي حضرتك يا فندم؟ أموري تحت أمرك. إزيك يا دكتور عامل إيه؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك، والله إحنا سعداء بيك جدا يعني والله. الله يخلي حضرتك. أنا سعيدة جدا إني شفت حضرتك النهاردة. فوق راسي يا فندم. ربنا يخليك.
سؤالك يا فندم. الحاج محمد اخباره ايه؟ والله الحاج يعني صدره برضه تعبان كده شويه. ايوه يعني على طول بيقول صدري بيوجعني. يعني هو لو عنده وجع في صدره ممكن يعني يزود اللي هي اللزقه اللي بنحطها بتاعه النيتريتس دي، وممكن نتواصل مع بعض عن طريق الواتساب او كده، ولو الوجع اكتر من المعتاد لازم يتوجه للمستشفى. طب لا بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هو حضرتك هل مقتنعه واقتنعتي الان ان انت تقعدي في البيت؟ طبعا. طب نصحتي يعني الدكتور كان احمد البربري كان بيقول ان احنا مش عاوزين اجبار، عاوزين اقناع، يعني اقناع، هل اقنعتي جيرانك، اقنعتي ناسك، اقنعتي الناس ان احنا من الضروري، لان المشاركه الاجتماعيه ضروره جدا هتساعد ان احنا نحافظ على صحتنا. قاعدين في البيت ما فيش حد بيخرج خالص، لا ولادي ولا جيراني، حتى كل البيت ما فيش حد بينزل خالص يعني. شكرا يا فندم. ما هو الرئيس السيسي شكركم النهارده. شكرا شكرا يا فندم. دكتور يعني خليني اسال سؤال، يعني انت حكينا بتتكلم على الذبحه الصدريه واحنا فيه، طيب انا النهارده قلنا عليها زي البدايه قلنا السكينه يعني ذبح فيه الذبحه الصدريه دي، يعني هل ممكن تؤدي الى الوفاة فورا ولا بتكون ممهدة لأشياء خطيرة بعد كده؟ يعني الوفاة هو شيء خطير. هو حضرتك الذبحة الصدرية من أسهل الأمراض، نبدأ بالحاجة الحلوة يعني، من أسهل الأمراض اللي بتعالج ومن أسهل الأمراض اللي بتشخص. يعني الذبحة الصدرية يعني أي حد فينا عنده وجع في صدره يسمع في ظهره أو في أي جزء ويجي مع المجهود ويروح مع الراحة وان هو في سكر او ضغط او تدخين، ده بعتبره ذبحه صدريه الى ان يثبت العكس. الاثبات بتاعه ده ابدا مع علاج فورا، علاج الذبحه. الاثبات بتاعه ان انا بعمل رسم قلب، بعمل موجات صوتيه على القلب، اذا ما ظهرش فيهم حاجه بعمل رسم قلب مجهود، اذا ما ظهرش فيهم حاجه ممكن اعمل اشعه مقطعيه او علاجها سهل جدا. عشان كده هو دايما في البرامج التثقيفيه او التوعويه ان احنا دايما بنتك قوي على الحاجه التي يمكن علاجها. ما بتتكش على احنا برضو لا، ما هو انت عشان تعرف فيروس كورونا احنا كلنا قادرين على الحفاظ على نفسنا منه بالقعده في البيت. طيب معانا عبد الغفار، الاخ عبد الغفار اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اتفضل يا حاج عبد الغفار. دكتور كده سؤال يا فندم لو سمحت. اتفضل يا فندم. دكتور ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. دكتور انا بقالي حوالي 4 ايام عندي ضربات القلب سريعه كده. ايوه. يعني اول مره تجي لك ولا كانت جيت لك قبل كده؟ اول مره تاني تجي. عندك ضغط او سكر؟ لا لا الحمد لله يا فندم. معلش عندك كام سنه؟ عندي 49 سنه. وبتدخن؟ بتاخد ادويه لاي حاجه؟ الخط قطع. يعني هو حضرتك ضربات القلب اللي هو بيقول عليها سريعه، سريعه دي كذا نوع وكذا شكل، وفي انواع منها خطيره وانواع مش خطيره. في مثلا واحد بيشرب فنجان قهوه ضربات قلبه تبقى سريعه شويه، وممكن تجيله ضربه ملخبطه وبيبقى حاجه، لو هو قلل القهوه يبقى كويس. ممكن واحد عنده انيميا يجيله ضربات قلب سريعه، كان سبحان الله ربنا بيحاول الجسم يعوض ان هو في اكسجين ناقص وبيحاول يزود ضربات القلب عشان تعوض ده. في امراض زي الغده الدرقيه بتزود ضربات القلب. في ممكن يكون الضغط مرتفع يزود ضربات القلب. طيب. ممكن يكون خايف مرعوب يزود ضربات القلب. ممكن يكون في مرض. طب يا دكتور في حاجه كده انا عاوز اسال فيها ولا حرج في العلم، يعني هل المريض سواء بالقلب او الذبحه الصدريه له حينما يعني يمارس حياته العاديه مع زوجته او المعاشره يعني، ولا بتقولوا له انتوا كاطباء لا استوب؟ لا لا يعني الذبحه الصدريه المستقره ده انسان طبيعي عادي بدل يعني ماشي على العلاج. واحنا عالجناه. يعني ايه؟ يعني افرض جالك واحد بعد شهر جاله جلطه في الشنيه التاجي، ده مرض ممكن يقتل. بيتعالج وبسهوله. وعلى مستوى مصر وفي الاقاليم كله بيتعالج. بس وفي ثقافه دلوقتي. الجلطه في القلب دي الخطيره دي بعد ما بيتعالج ومثلا هيركب دعامه والعضله القلب كويسه والدنيا تستقر عادي جدا ويمارس حياته. يبقى وزير ومدير امن ورئيس جمهوريه وكله. ما هو اصلا امراض القلب منتشره في الطبقات اللي هي في اسمها في البلاد الصناعيه البلاد الغنيه. ما هي امراض القلب دي بتيجي ايه؟
بتيجي من السكر، والسكر معظمه كتر اكل يعني. آه. بتيجي مثلا من الضغط، والضغط ده توترات نفسيه. آه. بتيجي مع اللي سنه بيكبر، ما هو سنه الحياه، هو من منا يعني هيبقى هيخلد في الدنيا. فمع تصلب الشرايين بيحدث مع الوقت يعني، كلما الانسان تقدم في العمر نسبه تصلب الشرايين بتزيد. نسبه تصلب الشرايين بتزيد، فمش معنى ان واحد يجي له ذبحه او جلطه او كده ان هو لا يهمل، لا لا لا، بيستمر وبيتجوز وبيتطلق وبيتخانق وبيحكم ولا يحكم ويعالج ويذيع، ولنا في المذيعين المشاهير كلهم. طب ما هو وعشان كده بيقول لك يعني، كان تذكر الاستاذ موسى صبري يعني الله يرحمه الكاتب الكبير لما قال ان اغلب الصحفيين بيصابوا بامراض القلب. ايوه، هو بقى الشطاره انك تلحقه في الوقت المثالي عشان ما يبقاش عنده زي مثلا ضعف في العضله. دخلنا في قصه تانية. طيب مثلا واحد ما بياخدش علاجه ومثلا بيهرج، فبدل ما يبقى ذبحه مستقره اصبحت غير مستقره. واحد عنده ذبحه وقلبت بجلطه، ليه؟ ما بيتعالجش. لكن طالما بيتعالج في الاوقات المظبوط ومتابع مظبوط ومحافظ مظبوط، ده راجل عادي. ما هو ده ميزه الطب. طب انا عاوز اسال سؤال يا دكتور رفيق، الطفل ليه الصغير يقول لك الطفل عنده مشكله في القلب؟ يعني هل، طب هنا السؤال، هل ممكن الطفل الصغير يجي له ذبحه صدريه؟ هل يجي له ضربات القلب؟ طب وليه يطلع الطفل مثلا يقول لك ايه ده قلبه ضعيف؟ طفل قد ايه؟ الطفل ده المولود بيبقى فيه طبعا حاجه اسمها مشاكل في التركيب، بعيوب خلقيه يعني. في التكوين، انا مش بحب يعني اللي هي الكونجنيتال هارت ديسيز. واحد بيتولد عنده مثلا ثقب في القلب، عنده الاورطه متلخبط مع الشريان الرئوي او كده، دي بتبقى مشاكل في تكوين اللي هي في التكوين الامبريولوجي، في تكوين الجنين بتاع ده. ده دي نوع من الامراض مختلف تماما عن الذبحه. بعد كده في السن ما فيش حاجه اسمها ذبحه مثلا في 4 سنين 5 سنين، في ممكن ذبحه في 15 سنه او اقل شويه او اكتر شويه، في حاجه اسمها اللي هو الكوليسترول الوراثي، يعني يبقى الدهون الثلاثيه او الكوليسترول ال دي ال عالي بصوره مهوله جدا، بيعمل بريماتيور اثيروسكليروزس، بيعمل تصلبات شرايين في سن، بس دي نادره. تصلب الشرايين مرض عمر. مرض عمر. يعني الذبحة مش متوقعة في سن 20. طيب الذبحة متوقعة فوق المثل في 40 مثلا. طيب يعني حضرتك يعني قلت ان الطفل عيوب خلقية موجودة. طب انا عاوز اسأل سؤال، الذبحة الصدرية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي والامراض القلب، هل ممكن يكون الاكل مسبب ليه هذه الذبحة؟ طب مش ممكن، ده اكيد. ما هو الاكل ده، الزيت والسمنة والتسبيك والحاجات. واحدة واحدة. اولا بس برضو بالمناسبه ان الذبحه الصدريه فيها عامل وراثي. يعني التاريخ المرضي في الاسره، الوالد يبقى عنده ذبحه، يبقى في احتمال ان الابن يجي له ذبحه. دي نقطه. الاكل، ايوه الاكل، ايوه. اللي هو الكوليسترول، الاكل الملح اللي بيرفع الضغط، والضغط عامل خطوره لحدوث. انت عارف احنا مصريين بنحب السكر، بنحب السكر، المخللات والشطه وميه الشطه نشربها والحاجات دي كلها. يعني الشطه غير الملح. الملح الطعام اسمه صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد الملح ده بيرفع الضغط. ولو مريض ضعف عضله قلب بيضره جدا، لانه بيخزن ميه في الجسم فبيعمل اوفرلود على القلب اللي هو اصلا ضعيف. الاكل بيؤثر على مريض ده. فيه يعني بالمناسبه يعني الدكتوره زوجتي وانا نازل النهارده قالت لي ما تختار موضوع التغذيه في مريض القلب ده حصل فعلا، لانه موضوع مهم جدا وما يخلصش. يعني الملح زي ما اتفقنا، ملح الطعام ده كتره غلط جدا. في مريض ضعف العضله يضره جدا. في مريض الضغط يعلي الضغط. الضغط عامل خطوره لحدوث الشرايين التاجيه. السكر اكل سكريات كتير بيجيب مرض السكر. مرض السكر اتيزا سندروم، يعني هو متلازمه هيحدث فيها تصلب شرايين وذبحه. طيب دكتور كوليسترول، يعني حضرتك انت النهارده بتقول يعني الاكل، وبتقول ان حتى زوجت حضرتك كلمتك قالت لك تعمل التغذيه للقلب. ما هو ده طبعا يعني لمريض القلب. طيب يعني النهارده مريض القلب هل يعيش على المسلوق فقط او يعيش على الحاجات النشويات؟ انه بقى مريض، أنه نوع المريض. يعني هل ما في كذا نوع من المرضى؟ يعني واحد مثلا عنده ضغط فقط،
ده بيقلل ملح الطعام والكوليسترول وخلاص بالاصول. واحد عنده ضعف شديد في عضلة القلب ده كل ما هياكل ملح مش هينهج. والضعف ده درجات اصله، مش كل الناس بتبقى يعني في ضعف شديد، ضعف متوسط، ضعف بسيط. اكيد ده مش زي ده مش زي ده. ممكن حد متوسط يقلل من الملح، ياكل في وقت ووقت لا. طيب. وهكذا. لكن الضعيف خالص ده هو اصلا تعبان حتى لو وقفنا الملح. طيب استاذ عبد الناصر اتفضل. يا استاذ عبد الناصر حضرتك انا عندي حساسيه، عندي حساسيه صدر يا دكتور. وطي صوت التلفزيون لو سمحت. ماشي. عندي حساسيه صدر في يده. عندك حساسيه صدر؟ احيانا تحت نزلت بيدعني ومدح ساعات بعد احيانا يا دكتور. ايوه. وفي نعته عسيري بعد ما اعمل مسؤول كده بمشي. هو حضرتك دلوقتي بتنهج؟ بتنهج دلوقتي؟ صوتك بينهج شويه. بص يا سيدي، هو طب شكرا يا استاذ عبد الناصر. حساسيه الصدر دي بقى امراض الصدر، فنبعد الله يخليك عن الخروج اليومين دول على اساس ان هو طبعا الجو احنا في الربيع، والربيع ده بيبقى فيه الخماسين ومليانه رمل واللي هو حبوب اللقاح، ودي بتجيب حساسيه اكتر واكتر واكتر. طب بالنسبه للحساسيه، بما ان حضرتك بتتكلم عن الحساسيه يا دكتور، يعني الحساسيه احنا نعرف ان هو الهرش في الجلد، طب هل في حاجه ممكن بقى في حاجه في القلب الحساسيه تيجي في القلب؟ يعني ايه حساسيه القلب؟ يعني هل حاجه غريبه حاجه كده بتخلي الحساسيه في حساسيه صدر وفي حساسيه جلد، مفيش حساسيه قلب. لا توجد شيء اعرفه انا اسمه. طيب يعني حساسيه الصدر، طيب يعني حساسيه الصدر بقى دي حاجه هي عباره عن بيبقى يعني بيحصل تقلصات في الشعب الهوائية، ودي بتبقى لما يتعرض لبرد، يتعرض لتغير فصول، يتعرض لدخان، يتعرض لروائح. ودي تيجي عند طريق الاستنشاق يعني مثلا؟ طبعا. يعني في فصل الربيع ده ما يقدرش ياخد نفسه، وفي حسيت انف. طيب ناخد ام احمد. اتفضلي يا ام احمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ معاك الدكتور اتفضلي. انا بص يا دكتور، انا معايا الم في جنبي الشمال كده مسمع لظهري بكتفي على طول، وعملت قسطره على القلب وعملت ايكو طلعوا كويسين ما فيهمش حاجه، بس الالم ده بيزيد معايا مش قادره خالص، فدوت مش عارفه ايه او اكشف عند دكتور ايه. انت عندك كام سنه يا استاذه ام احمد؟ انا 39 يا دكتور. وعملت القسطره دي امتى؟ نعم. عملت القسطره امتى؟ عامله قسطره يعني من سنه ونص كده، كان الالم دوت موجود معايا. عندك ضغط او سكر؟ لا ما عنديش ولا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه. عندك مامتك او باباكي عندهم القلب؟ عندي ضربات القلب سريعه بتاعتي. مامتك او باباكي عندهم القلب؟ هما ما كانش، انا مامتي كان عندها رفرفه على القلب. طب ووالدي رفرفه. طب انت قبل ما تعملي القسطره كنت عملتي رسم قلب المجهود؟ عملت رسم القلب يا دكتور العادي، كان باين لي فيه كسور في الشرايين التاجي، فعملت القسطره بناء على عملت الايكو الاول طلعت ما فيهاش حاجه، عملت القسطره طلعت برضو ما فيهاش حاجه. طب هو انت كده هو القلب بيجي لي فيه كسور في الشرايين؟ لا 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 لا، رسم القلب ممكن غالبا يعني في ساعات بتيجي حاجات نون سبيسيفيك، يعني حاجات ما يعني ممكن يبقى تغير في حاجات معينه، يعني الايكو والقسطره هتبين اكتر، وخاصه ان انت ما كانش عندك عوامل خطوره، كان ممكن اصلا ما تلجئيش للقسطره. طيب ما عندكيش سكر ولا عندك ضغط ولا كده؟ ماشي. وهو كده اطمئنينا، هي مش غلط بس كان ممكن يعمل حاجات اسهل. طب الالم ده يا دكتور يبقى ايه اعراضه او يعني؟ بصي بصي يا استاذه ام احمد، الام الصدر ليها اسباب كتير، اسبابها الكتير دي انا هقولها لك اسردها وبعد كده نعرف عندك ايه منها. في اسباب في القلب واسباب في الغير هو القلب. بس احنا ممكن نسردها عن طريق الواتس لان في مكالمات بيقولوا لي في مكالمات كتيره جدا يعني في هنا في. شكرا ام احمد. معانا استاذ كامل. ايوه يا فندم اتفضل، لان مكالمات كتير. اتفضل يا استاذ كامل. عليكم السلام. انا عامل قسطره ومركب ثلاث دعامات. ايوه. وعندي نغز جامد في صدري. تاني؟ ايه؟ ماشي يا بيه اكمل. عندي نغز جامد في صدري وفي النهجان. طب انت عضله القلب كويسه اكيد انت عارف 60%. طيب انت ملتزم بالعلاج بنسبه كبيره؟ بنسبه كام في الميه؟ 95%. طب حلو قوي. طيب انت بتتابع يعني ضغطك كويس، سكرك كويس، نبضك كويس؟ الضغط مظبوط بس السكر هو اللي مهبط شويه. طب نصلحه. انت حضرتك اخر مره رحت للدكتور امتى؟ ان شاء الله. وقال لك انت كويس؟ قال لي كويس بس اعمل موجات صوتيه بالمجهود. ايوه يعني لانك بيجي لك الوجع من شهر قصده.
فهو كان عايز يعمل لك يعني حاجة مع المجهود عشان يشوف في ايه. ماشي، هو ده قرار مش غلط. الوجع اللي جالك بقى النهاردة او امبارح وجع على غير المعتاد، اشد من كل مرة؟ لا، بقى له فترة، بقى له اسبوع. بيقعد قد ايه؟ على طول مع النهجان او مع المجهود ولا اي حاجة بسيطة بحس بيه جامد. طب ما زودلكش علاج الدكتور اللي رحت له؟ ما زودش علاج مثلا؟ لا، تزودش علاج خالص. بتاخد حاجات اللي هي زي تحت اللسان او كده؟ ما باخدش الدريترا. طيب انا عايز اقول لحضرتك، انت اكيد بركب ثلاث دعامات، فعندك فكره كويسه عن طبيعه مرضك وعارف الوجع شكله ايه وعارف ان انت بتخاف امتى وما بتخافش امتى، صح ولا ايه؟ اكيد طبعا. طيب انت دلوقتي حاسس ان الوجع ده مختلف عن الوجع اللي قبل كده؟ عشان انا بكلمك في ظرف طارئ، اسبوعين عدم خروج، فعايز اعرف اقول لك هتخرج ولا مش هتخرج. فانت هتقول لي الوجع ده وجع غير معتاد ولا معتاد؟ لا، هو الوجع مشكلته ان هو مسمع، قعد معايا بقاله فتره. يعني كان بيجي ويروح غير معتاد، فده لازم تروح للدكتور يا فندم وتعمل رسم قلب وانزيمات قلب، ومن الممكن ان انت الدكتور هيزود لك حاجات اسمها موسعات للشريان التاجي، هيحسن الوجع لغايه ما تشوف هتعمل قسطره ولا هتعمل ايه. طيب شكرا شكرا. في اتصال تاني، بس انا كنت عاوز اسال حضرتك فندم، هل من ممكن يحصل يعني زي اي تشخيص يكون في خطا في التشخيص؟ اي حد اصلا الفحوص نفسها من غير خطا. الفحوص يعني مش من غير خطا بشري، كل فحص له نسبه اسمها سودو بوزيتيف وسودو نيجاتيف، يعني يطلع سلبي وهو ايجابي ويطلع ايجابي وهو سلبي، بس النسبه تبقى صغيره، يعني كل ما الفحص احسن كل ما النسبه تصغر. يعني ان هو يبقى حاجه، يعني مثلا ممكن رسم القلب يقول لك فيه كذا، تيجي تعمل قسطره زي ما الهانم عملت يطلع سليمه. في ساعات تانية مثلا الايكو، حد مين اللي يكون مسؤول يا فندم؟ مش مسؤول ده، الفحص نفسه كده. انا بقولش خطا، انا لم اقل خطا، انت بقول الفحص، اي فحص في نسبه سودو يعني سوء حظ، لا اسمها سودو بوزيتيف، يعني ايجابيه كاذبه. طيب يعني هو الفحص نفسه ده طبعه. عشان كده حضرتك لو كنت انت هتعلم ان رسم القلب العادي ممكن يطلع منه 20% جلطه غير مكتمله في القلب وهو طبيعي. طيب فده سودو نورمال، يعني هو نورمال بس في حاجه جوه في القلب. طيب ناخد معانا مكالمات كتيره. ياسر وبعدين وراها هيثم. اتفضل يا استاذ ياسر. استاذ ياسر، الو، يبدو انقطع. شكرا. ناخد اللي بعده، الاستاذ هيثم اتفضل. السلام عليكم. عليك السلام. مع حضرتك. اتفضل امرني. بالنسبه بس وحضرتك سؤال ممكن بعيد شويه، بيبقى في ايه بعض الحالات مثلا سيدات بيشكوا من موضوع زياده الهرمونات يا دكتور. هرمونات ايه؟ هل المريضه دي مثلا بتتجه لدكتور مثلا غدد ولا دكتور مثلا نساء؟ الهرمونات انت قصدك هرمونات نساء، تبقى دكتور نساء. لو هرمونات زي الغده الدرقيه ولا الكظريه ولا الفوق كلويه، ده يتابع مع دكتور غدد. اللي هي الذكوره يا دكتور بيسموها الذكوره دي، ممكن تروح لدكتور في حاجه اسمها دكتور اندرولوجي، دكتور ذكوره. طيب شكرا. معانا هيثم، ارجع لنا هيثم اتفضل يا هيثم. اسمعنا من التليفون يا هيثم. السلام عليكم. عليك السلام. السلام ورحمه الله. وطي التلفزيون من فضلك. حضرتك عندنا يبدو ان طب دكتور، انا كنت عاوز اسال حضرتك سؤال وده ما فيه، ايهما اكبر نسبه لامراض الذبحه الصدريه او امراض القلب، الرجال ام النساء، ام الكفه متعادله؟ الحقيقه ما قبل انقطاع الطمس فهو الرجال، وما بعد انقطاع الطمس فمتساويين. متساويين في تصلب الشرايين اللي هو في الذبحه والجلطه وجلطه الشريان التاجي وكده يعني. طب هو بيقال، مش عارف المعلومه دي صح ولا لا، بيقال ان اول ما بتحس بالقلب لقلبك وجع بيدق ورا ظهر او بيستاذنك بيخبط لك او ورا ظهر، يعني كانه بيقول. هو انت حضرتك بتقول تشبيه جميل، يعني هو بيستاذن، يعني ممكن الالم او يعني الـ ربنا لطيف، فمن من القليل ان يجي اول وجع في الصدر بجلطه. غالبا انت جالك انذارات كتيره وانت طنشت قلت ده وجع وراح، ده برد. يعني بيجي كده، اصل بان كان عندي برد. فهو عشان كده دايما انا بأناشد
وبقول وبعيد في هذا الموضوع ان اي حد يشعر بالالم في صدره مش هيخسر حاجة لما يروح لدكتور قلب. هو برضو انا عايز اقول اذا امرت ان تطاع فامر المستطاع. الذهاب للطبيب مش حاجة لطيفة. الطب عنده زحمة او ما عندوش. الطبيب ممكن يكون يعني المريض بيبقى خايف. فهو اذهب لاقرب طبيب هيقدر على الاقل يحلل الوجع ده وهيعمل لك رسم قلب ويوجهك تروح فين. لكن هو زي ما حضرتك قلت هو بيستأذن، يعني بيقول انا جاي يا جماعة خفيفة اهو، هتلحقني ولا هتيجي بجلطة؟ والجلطة دي ممكن يعني اول حاجة فيها تبقى وفاة لا قدر الله. فما نتأخرش ما نتأخرش في الام الصدر. بس هو في بعض الاحيان يعني زي ما حد قال لي مثلا دلوقتي، قال لي عندي الم في صدري وقال لي ان هو بيزيد واحنا في ايام حظر التجوال، لا انزل دلوقتي. لكن واحد تاني اعتقد قال لي برضو، قلت له لا ولا يهمك منه وده ما تروحش ولا تيجي. بيبقى بتحليل الالم وخصائصه والاحتمالية بتاع المرض. يعني مثلا لما تكون واحدة جاي دايما يجي لي مثلا واحدة عندها 14 سنة 15 سنة مامتها جايباها وعندها وجع في صدرها، فانا اول ما بشوفها ببقى يعني ايه يعني طيب. مش معقول يبقى عندها ذبحة، لكن ممكن يبقى عندها اسباب اخرى. طيب دكتور معانا اتصال، الاستاذ احمد اتفضل. يا ريت يا جماعة اي حد يكلمنا يكلمنا من التليفون وبلاش من التلفزيون. ممكن كنترول اللي يقول بقى. لا ما احنا برضو لازم ننبه ايه عليه. طيب يبدو الاتصال. طيب دكتور يعني خليني اسال سؤال وهو ده مهم جدا. احيانا مريض القلب بالدكاتره بيقولوا له ما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا. طيب وبعدين يعني انت ما انت بتحط له الخطوط الحمراء على كل شيء، فحرمته قلبت له حياته. يعني قلبت له حياته، كان عايش بياكل بياكل بيلعب رياضه مش هو عارف ايه. هو في كده احكي لك شكل مريض. المريض اللي عنده السكر والضغط بيجي له شريان تاجي اللي هو ذبحه، مش بيجي له لازم بس يعني احتمال كبير يجي له. فجاله ذبحه، جاله بجلطه فجات له ضعف عضله قلب. يبقى ضغط وسكر وضعف عضله قلب، وبعد شويه بيجي له مشاكل في الكلى. والضغط والسكر بيأثر على الكلى. فالمريض ده الحقيقه بيبقى انا يعني مش بعرف اقول له تاكل ايه. يعني هو ممنوع من الملح وممنوع من السكر وممنوع من الدهون، والكلى ممنوع من البروتين. وحتى العلاج بيبقى تشكيله العلاج نفسها في كل هذه الامراض بيبقى فيها تعارضات كتير. فدي بتمثل ازمه. اهم حاجه بقى ان احنا في شطارتنا انا والمريض ان ما نعملهاش ازمه. يعني ايه؟ يعني انا هقول لك حاجه، مش احنا النهارده استغنينا عن الطيران؟ مش احنا وما فيش حاجه حصلت يعني ما متناش ولا حاجه. مش احنا قاعدين في بيتنا وما متناش ولا حاجه. مش احنا ال- 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 السينمات قافله وما متناش ولا حاجه. مش احنا المساجد قافله دلوقتي؟ يعني قصدي اقول كل شيء. مش احنا قاعدين اهو والدكتور احمد معانا، كان امبارح معانا والنهارده معانا، ما حصلش حاجه. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان هو يعني سهلها تسهل. يعني ايه؟ يعني ما تعقدش الامور. يعني احنا ناخد بالاسباب وكان الاسباب دي هي كل شيء. ونسيبها على الله وكان الاسباب ولا شيء. طب دكتور فاحنا ايوه الاثنين يبقوا يقين. هناخد بالاسباب كامله وهي كل شيء. وبعد كده احنا بناخد بالاسباب في الكورونا مثلا اهو. انت متصور ان ايطاليا مش واخده بالاسباب؟ يعني فهي في الاخر في اراده الله سبحانه وتعالى هتنفذ بس تحت ان احنا ناخد بالاسباب. طيب هو هناخد الاتصال، بس قبل الاتصال بس ايه هتجاوبني على سؤالي ده بعدين. كان زمان في الثلاثينات في السينما المصريه كان المرض كان هو السل. انتقل في الخمسينات والستينات ايه الى ايه؟ القلب. يعني كنا نشاهد ان القلب القلب انا كنت بقول كلامك ده وبعد الكورونا وبعدين ايه جينا ايه بعد كده انتقلنا الى امراض ايه اخرى ايه اخرى. خلينا بس اخد الاستاذ هدى عثمان وبعدين ايه نخش في الموضوع ده. اتفضل يا استاذ هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير لحضرتك وللدكتور اللي مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. اسمحوا لي انا عندي سؤال عايز اساله. اتفضلي يا فندم. انا عامله دعابتين في القلب، وانا بتكلم حضرتك اللحظه اللي بتكلم حضرتك انا تعبانه جدا. في عندي الم في القلب ناحيه الشمال في الوسط كده في صدري، سنه شمال بين صدري كده بين كويس، وفي الم في ظهري بس في الكتف اليمين. الالم ده اتكرر اكتر من غير ما اكمل سمع. بتمشي على العلاج بتاعك؟ ماشي. اسبرينك وادويه السيوله واخداها؟ ايوه ده
وانا عندي سكر وعندي ضغط. طيب تاخدي دلوقتي قرص تحت اللسان وتتجهي لاقرب مستشفى دلوقتي اروح المستشفى حالا. اه يا فندم الوجع اللي انت بتوصفيه ده ومركبه دعامات قبل كده وسكر وضغط، قرص تحت اللسان وانت بتاخدي علاجك، قرص تحت اللسان وتتوجهي للمستشفى، رسم قلب وانزيمات قلب، ونكرر بعدها ايه اللي هيحصل من غير كسل. يعني اه ما انتظرش دلوقتي. اه يا فندم. وتكرر اكتر من مره. اه هقول لك حاجه لذيذه، خدي قرص تحت اللسان. لو راح خلاص خلاص، ما راحش هتنزلي فورا. طب يعني في اليمين مش في الشمال؟ يا فندم في المستشفى نقول بقى يمين ولا شمال؟ والمفروض انت عارفه وجع القلب يا فندم، انت قاعده مركبه دعامات وعندك ضغط وعندك سكر ومخضوضه. لا انا زي ما بقول لك كده، قرص تحت اللسان ما راحش الوجع هتروحي المستشفى، رسم قلب وانزيمات بدون ما تكسلي. اهو انت بقى دي ما تقعديش في البيت، اخرجي من البيت. اشكر حضرتك جدا جدا. فوق راس حضرتك ساكنه فين؟ انا ساكنه في حدائق الاهرام. اه يعني قريبه منا. ده في مستشفى يعني في مشافي فاتحه دلوقتي. اه يعني اه 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 مستشفيات حكوميه فاتحه كويسه جدا. وبعدين طيب الف سلامه يا استاذه هدى وشكرا على اتصالك يا فندم. نرجع لسؤالي، يعني احنا كنا زمان يعني في بص يا باشا، انا كان في كده ايه وانا بكلم الطلبه بتوع كليه الطب بتوعي، فبقول لهم احنا يعني بقول لهم احنا في مجتمعات بتموت من الجوع، زي مثلا الصومال في المجاعات ووسط افريقيا كده، فده الاقل يعني اللي هو ما فيش اكل. وبعد كده نطلع فوق شويه اللي هو الاوبئه، الاوبئه اللي هو تلاقي ما فيش دوله فالميه مش نظيفه، الميكروب ما في، تلاقي مثلا اكل حمضان والناس بتاكله من الفقر، تلاقي في الاسواق الملاريا والحاجات دي. وبعد كده نقول الامراض بقى بتاعت ايه التقدم اللي هو الضغط والسكر والذبحه او تصلب الشرايين. دي امراض كانت بتيجي لما انت تفوت من سوء التغذيه، هتفوت من الالتهابات، هتخرج الى عمرك طول شويه فهتموت على تصلب الشرايين بقى. كل بقى ما يعني كان في ناس كتير كانت في زمن بتموت على سن الـ40 جالها ذبحه ماتت مفيش علاج. يعني لما اكتشفوا اللي بيوسع الشرايين ده يا سلام، لما اكتشفوا الاسبرين ده يا سلام، ده البنسلين كان البنسلين ده كان ايام الحروب كل الجرحى بيموتوا من الالتهابات من الميكروبات. الحقيقه انا كنت متصور يعني في الاخر جه الكورونا ده فيروس ومنتشر ووبا ومحدش عارف يمنعه، وما هتقوليش مضاد حيوي ولا مضاد للفيروسات ولا انفكشن كنترول ولا 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 ولا، هي سبحان الله. يعني انا عايز اقول لحضرتك سبحان الله. على فكره هو القلب او الذبحه اخطر من الاصابه بفيروس كورونا. طيب. لكن المشكله في فيروس كورونا انه واخد يعني بيقولوا 70% من العالم. لا مش صيت، لا هو في انت في انتشاره. انتشاره. أيوة. لما تصيب 70% من العالم وتجيب وفاه 3% حتى، ده كتير جدا، لكن طيب. الذبحه مش هتصيب 70% من العالم. طيب ناخد هشام من المنيا، اتفضل يا هشام. ايوه السلام عليكم. الف سلام. سؤال بس، هذه لي شهرين، هذه لي شهرين ما بقدرش انام طبيعي على راسي. لازم احط مخده تحت دماغي، ولو ما حطيتش المخده احس ان انا في دوار وفي دوخه وممكن اخش في كوما. تخش ايه؟ كوما. كوما؟ اه يعني ايه كوما؟ غيبوبه. يعني بحس الدواخان لو ما حطيتش المخده تحت دماغي. في حاجه هيخش الغيبوبه. ماشي يا باشا، انت حضرتك بتحط المخده تحت ظهرك ولا تحت دماغك؟ الاذن الوسطى. الاذن الوسطى، عندك دوار يعني. تحت دماغي. اه. او بين السنين يعني كده. يعني تحت رقبتك مش تحت ظهرك. يعني بتبقى شبه قاعد ولا قصدك على تحت راسك بس؟ يعني حسب التحركات. انت عندك كام سنة؟ عندك كام سنة؟ 58. بتدخن؟ 58 لا. عندك ضغط أو سكر؟ لا أنا رحت للأذن، دكتور أذن وسطى. بتاخد علاج لأي حاجة غير الأذن الوسطى؟ ضغط وسكر مظبط كله بس. عندك ضغط وسكر حضرتك؟ الأعراض لسه موجودة، لسه الدواخان. بيجي لك وجع في صدرك أو ضربات قلب؟ أنا بتكلم على النومة اللي أنت قلت لي عليها بتاعت المخدات دي. لا لا وجع لا. ما بيجيلكش، لما تمشي ممكن تنهج؟ ضربات أيوه. بتنهج؟ إحكي تنهج إيه؟
بتنهج حضرتك جدا جدا. طيب هو بدل في نهج ايه؟ انا مش انت بتنهج ولا بتنهجش؟ لا بتنهج جامد. ايه بتنهج؟ لا 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 ما بتنهجش ولا بتنهج؟ لا 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 ما فيش نهج خالص. ما فيش نهجان؟ طب انت لو لو نمت من غير مخدتين ايه اللي بيحصل لك؟ بحس الدنيا بتلف بيا وبدوخ. ماشي يا باشا دي خليك مع دكتور الانف واذن. بس انت عندك ضغط وسكر مفيش مانع كده تروح لدكتور بطن عامه او قلب يشوف قلبك كده اطمئنان بدل في ضغط وسكر و58 سنه. طيب شكرا. معانا محمد. اتفضل يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضل. انا يا فندم يعني انا من فتره بسيطه كده من شهر حسيت ان في عندي وجع في الناحيه الشمال جدا كده في القلب ودقات القلب سريعه جدا. عملت رسم قلب فطلع في رسم القلب ضربات القلب سريعه جدا. فانا تعبان يعني فلوجه الله يعني عايزك بس تفيدني يا دكتور. الله يكفيك. تحت امرك. عندك كم سنه يا فندم؟ عندي 40 سنه. بتدخن؟ لا ما بدخنش. عندك ضغط؟ لا الضغط عندي عالي. ضغطك عالي يعني عالي وبنهج على طول باستمرار. وفي سكر؟ لا مفيش سكر. مفيش مشاكل في صدرك بالكحة او كده؟ لا لا لا. طيب هو ضربات قلبك الدكتور اللي هو عمل لك رسم القلب وقال لك ضربات قلبك سريعة اداك علاج ليها ولا قال لك لا دي عادية مش سريعة قوي؟ لا 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 هو كتب لي شريط برشام كده الحباية بتاعته حمرة كده مدورة فقال لي هتاخد دي ساعة النوم بس هتهدي معاك ضربات. طب انا هسألك سؤال يعني ضربات القلب السريعة دي هل بتحس معاها ان انت هتقع من طولك بتدوخ روحك بتسحب ولا لا؟ ولا بتبقى مرهق بس؟ دوخه باستمرار ولما بمشي بحس ان رجليا من تحت مش شايلاني. طب انا هقول لك هقول لك حاجه لذيذ يعني ايه ناخد الاسهل في الاسهل. هو ممكن ضربات قلبك تبقى سريعه مع الضغط تبقى 100 110 ففي بعض ادوات الضغط بتظبط رقم ضربات القلب ده وبتظبط الضغط في نفس الوقت. رقم اتنين لو بيجي لك ضربات قلب اللي هي سريعه قوي انا ما شفتش طبعا رسم القلب ولا اعرف عد ضربات القلب كام. هو قال لي سريعه. هو الدكتور سريعه يا بيه يعني في واحد بيجي له ضربات قلب سريعه بيقع من طوله وفي واحد تاني يحس انه هيقع بيمسك وفي واحد تاني بيعرق ويحس ان روحه هتروح. ايوه ما هو في عرق بيحصل وفي دوخه شديده بتحصل معايا وفعلا يعني ان طيب يبقى تعمل موجات صوتيه على القلب وتعمل رسم قلب وبناء عليهما نعرف الدنيا ماشيه ازاي واذا هي في ضربات قلب مش محتمله تاخير وفي ضربات قلب ممكن تدور لها على سبب زي الانيميا ممكن تدور لها على سبب زي هو في يا دكتور انيميا في انيميا فعلا في التحليل انا عملت تحليل وفي انيميا بس الانيميا بسيطه خالص. ماشي لو بسيطه خالص مش هتبقى سبب وجيه. طيب ممكن يبقى في اسباب كتير لضربات القلب بس اعرف نوعها ايه. نوعها ايه عن طريق رسم القلب وموجات على القلب. طيب شكرا اخ احمد. معانا اسامه. اتفضل يا اسامه. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. اتفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا دكتور انا من حوالي شهر كده كان جاتني جلطه ورحت المستشفى والحمد لله يعني ايه ادوني الابر بتاع تمويع الجلطه. ايوه. وطبعا حولوني المستشفى المقطم تبع التامين عملت قسطره وركبت دعامتين. ايوه. وبعد ما ركبت الدعامتين وجيت طبعا ادوني علاج امشي عليه شهري. ايوه. وحاليا عندي نهجان بقى نهجان جامد يعني بنهج جامد وبتجيني نغزه في القلب بس مش في مكان معين في ثلاث جهات في البز كده وتحت البز من جهه الشمال وفوق ثلاث اماكن. هو حضرتك السيناريو بتيجي ثلاث دقائق ثلاث ثواني كده اربع ثواني وتروح. السيناريو اللي حضرتك بتحكيه ده سيناريو متكرر بنشوفه كل يوم. هو طبعا المفروض اللي يجيله جلطه يعمل قسطره في نفس الوقت ما يتاخرش يعني ما يعمل اول نص يعني على طول في لحظتها. انت حضرتك طبعا استنيت على بال ما رحت وكذا 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 ده خلاص اللي حصل حصل. احتمال يكون عضله القلب ضعفت فالايكو قال لك كفاءه العضله ايه؟ هو قال لي عضله القلب ضعيفه. ايوه هي دي بقى هنا القصه. هتتجه لعلاج في اطار ضعف عضله القلب. العلاج ده سهل مش صعب. الدكتور هيكتبه لك وانت بقى تلتزم بايه؟ اولا ما تخرجش اليومين دول.
ثانيا عشان ما تلقطش عدوى، ثانيا ان انت هتمنع الملح خالص والكوليسترول او الدهون خالص، وان انت تحافظ على علاجك. يعني ممكن لو انت معاك العلاج قوله لي وانا اقول لك هو كده مناسب ولا مش مناسب. انا معايا العلاج اللي هو ماشي. ها ايه تاني اللي بعده؟ وكنت دكور. ايوه ها. وترتيبين ده ونور ده ولا اتوت واكلاميد. وايه؟ اكلاميد. اعتقد ان علاجك مناسب، محتاج يتعدل شويه. يعني لو انت عندك نهجان قوي ممكن اخر اسم قلته مش هقوله تاني لانه اسم تجاري. مثلا لو هو 10 خليه 20. لا اخر طيب. اخر اسم ممكن لو هو 10 خليه 20 فقط. طيب شكرا. تابع مع الدكتور برضو بتاعك هيبقى عارفك اكتر مني. شكرا اخ احمد. طيب انا كنت عاوز اسال حضرتك سؤال دكتور وده مهم. احنا عارفين كان فعل ماضي وكان يعني القلب لاخواته، يعني بمعنى اصح اذا كان انسان سليم من اي شيء فجات له القلب يعني خلاص. هل بقى ممكن مشاكل القلب تكون اشياء اخرى؟ طبعا. يعني امراض اخرى؟ طبعا. زي اول حاجه طبعا الوقايه خير من العلاج. تاني حاجه التشخيص المبكر. تالت حاجه خلاص بقى احنا جالنا مثلا واحد زي ده جاله جلطه في القلب وما تلحقش في اول 6 ساعات مثلا، فعضله القلب بقت ضعيفه. عضله القلب الضعيفه دي تاثر على ايه؟ بتعمل احتقان في الجسم كله منه الكبد. الكبد ده ممكن فيه تليف في الكبد يحدث نتيجه ضعف عضله قلب واحتقان في الجزء الايمن من القلب، يعمل تليف في الكبد. القلب طبعا يؤثر على الرئه. القلب لما يكون فيه ضعف في النصف الايسر اللي هو الشمال بيحصل احتقان في الرئه، والاحتقان في الرئه ده بيحصل لو استمر من غير علاج والمريض بيبقى مهمل او مش متعرضش على دكتور، بيحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. وارتفاع ضغط الشريان ده مرض مش سهل. يعني ما تستبسطوش. في اوله ممكن يتصلح وبعد كده في اخر المراحل بيبقى متعب جدا 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 جدا. طيب امراض القلب بتجيب كمان في الذبذبه الاذينيه او كده ممكن تجيب جلطه في المخ، وجلطه يعني معظم جلطات المخ بتيجي من القلب. طيب. عشان كده حتى يعني بيكشف، لازم اللي عنده جلطه في المخ يقول لك روح اكشف قلب. الو معنا اتصال. قاعد انتظر كتير. فتخيل شوف كام جسم في بعض الامراض زي الحمى الروماتيزميه بتاثر على القلب وبتاثر على المفاصل وبتاثر على الجلد وبتاثر على المخ. يبقى القلب ده مش منفصل، ده بالعكس ده جلط القلب ده بعتبره ان هو يعني الشيء الرئيسي في الجسم. يعني زي ما دايما بقول هو يعني عايز اقول لك المخ لو وقف خالص هيحصل غيبوبه كامله وعدم حركه بس عايش. الكليه لو وقفت خالص هيغسل. الكبد لو وقف خالص بيزرع او ما ياكلش، يعني ما ياكلش لا دهون ولا كذا ويحافظ في الاكل. القلب لو وقف مات. طب هل يعني قبل ما اروح لمحمد من اسكندريه السؤال اللي بطرحه، هل القلب ليه احكام؟ يعني بمعنى ان احنا بنقول القلب له احكام طبعا. طيب بمعنى اخر يعني ان السكر يقول لك اذا السكر ده في تقيل، اذا احترمته احترمك، يعني ما احترمتوش هيبهدلك. ايه هيبهدلك؟ الدنيا. بمعنى يعني اذا ظبطت على الاكل والشرب بانتظام اللي هو التقليل وعدم النشويات والاخر هيقول لك اهلا وسهلا ممكن يعيش معاك وممكن ينصرف لوحده. القلب بقى احكامه. القلب بقى هل ليه احكام؟ خلينا ناخد نعرف بس. انا ايه معانا محمد من اسكندريه. اتفضل يا محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن بس اكلم الدكتور؟ اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. بالنسبة ممكن انا لو مثلا ممكن اطلع السلم، انا ساكن عامة في الدور الاول، ممكن مثلا لو شقت ظروف اطلع مثلا عن صاحبي التاني التالت بحس بنهجان فظيع وضيق في التنفس. ايوه سامع. بس انت عندك كم سنة؟ انا 49 حضرتك. وعندك ضغط او سكر؟ لا ما عنديش، انا عندي بس مرض مناعي اللي هو بعدد اللي هو بهست. هو بيتدخن؟ ايوه تمام. لما ممتنع عن التدخين بقالي بتاع 4 سنين. امتنعت في ظروف شكلها ايه؟ نعم؟ يعني امتنعت جالك مرض في صدرك، مرض في قلبك، ولا امتنعت كده بمزاجك؟ لا يعني انا كده عزمت ان انا بطلها وخلاص كده. انا بطلتها. بتاخد يعني. بتاخد كورتيزون؟ كنت باخد كورتيزون. المفروض انا ماشي عليه. ماشي يعني ما زلت بتاخده؟
في اوقات لما بحس المرض ده بيزيد يعني اللي هو المناعه ده حضرتك باخد الكورتيزون. عندك نهجان بقاله قد ايه اول مره جيلك؟ ده كده يعني انا لما كنت بشرب سجاير ما كانش جالي النهجان ده، لكن لما مش عارف انا حسيت بيه بقاله بتاع ممكن 5 شهور كده حضرتك. بيزيد ولا بيقل ولا واقف زي ما هو؟ لما بحس اللي بعمل مجهود بقى بيزيد. المجهود يعني اللي هو فوق عادتك يعني مش اللي انت معتاد عليه؟ يعني السلم عامه يعني ايوه. يا بتطلع كام دور يا فندم تتعب؟ واحد بتاع 4 حضرتك. طيب يعني اعتقد ان انت كويس. انت كنت الاول بتطلع كام دور؟ لا انا عادي طبيعي الاول علوي ما كنتش بطلع سلم عادي. لا الطبيعي كنت تطلع كام دور ما تتعبش؟ الاولاني. انت دلوقتي بتطلع 4 ادوار تتعب، كنت الاول بتطلع 4 ادوار ما تتعبش؟ لا اولاني الاول حضرتك انا ساكن في الاول عادي. ما احنا 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 المقياس على الرابع اللي انت قلته، انت شكوتك انك كده بتطلع الرابع بتتعب، كنت الاول تطلع كام دور ما تتعبش؟ الاول. اوعى تقول الاول، لا انت بتهرج. طب معلش ماشي يعني 4 ادوار ل 49 سنه مش وحش، الا اذا كنت بتطلع 30 دور ودلوقتي بقيت تطلع 4. طيب فساعتها يبقى نكشف عليك. احنا عاوزين نروح لسوهاج لان اهل سوهاج هيزعلوا منا يطخونا بالنار يعني. يعني الحقيقه الواحد مستمتع جدا مع حضرتك وده بيدل على الخبره وبرده والثقافه. احمد من سوهاج اتفضل. عليك السلام. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا احمد. مساء الخير دكتور. اتفضل. مساء الخير دكتور. اتفضل. علي الصوت بس ويا ريت توطي التلفزيون. علي صوتك. طب ممكن تعود عندي ضيق كده في النحل. ايه يا باشا؟ عندك ضيق ايه؟ في النفس. عندي ضيق في النفس. في النفس. اه شكرا. يبدو ان الاتصال. طيب اذا احنا قلنا القلب له احكام. اه القلب له احكام. كان فيلم مين ده؟ ده فاتن حمامه. ايوه فاتن حمامه الشناوي. لا مش فاتن، لا فاتن حمامه واحمد رمزي. اه صح بتاع اسمها زينة صدقي. زينة صدقي لما كان بتاع فورم. المهم هو اخراج حلمي حليم. شفت بقى ان انا انت قديم عني. طيب دكتور اذا كان يعني هل مريض القلب بقى احكام القلب احكام لا يعني انا قصدي في كان انا قصدي في السؤال ان لابد يكون منضبط. أيوة. لابد ان هو يعني يمشي على العلاج. يعني حضرتك كنت في كل اسئلتك بتقول هل ماشي على العلاج هل ماشي على العلاج. واحد قال لك 70% يعني ايه 70%؟ المفروض 100% يعني يمشي على العلاج 100%. احكام القلب. اه كلمه جميله. رقم واحد القلب بيحب الرياضه. يعني مش القلب ما يبقاش مثلا عنده عيب خلقي ولا عيب وراثي في القلب ويقول لك انا عايز العب رياضه. لا انا اتكلم على الشرايين التاجيه، تصلب الشرايين، الذبحه الصدريه، جلطه القلب. ده بيحب الرياضه الخفيفه. يعني الرياضه اللي هي مداومه على الرياضه اللي هي المعتدله زي رياضه المشي دي ممتازه جدا للقلب. رقم اتنين بيحب الجسم الكويس، يعني ما بيحبش الوزن الزياده. رقم ثلاثة ما بيحبش الكوليسترول الضار. ما بيحبش المسبكات. المسبكات يعني ايه مسبكات؟ يعني هنا برضو المشمر والمحمر وال المشمر يعني يعني برضو ما يحبهمش قوي. ماشي. لكن مثلا في اكل بيبقى مثلا زي السمن الصناعي ده يعني ممنوع بيحبوش، يعني ده برضو من الاحكام. بعد كده التدخين. يعني الامتناع عن التدخين محرم. يعني ايه فايدته؟ يعني ده من ممنوعات الشرايين التاجية والقلب. القلب هنا برضو بالاكل اللي هو المناسب، الخضروات والفواكه الطازجة ده القلب بيحبها، الخضروات والفواكه الطازجة. الملح القلب ما يحبوش، ملح الطعام برضو. هنا افرض بقى انا خلاص جالي القلب هلتزم بده برضو، مش معنى انه ده في الاول من غير ما يكون عندي القلب. افرض برضو جالي القلب في درجات. هلتزم بكده وبعد كده بقى نخش على حضرتك بتقوله. العلاج والمريض عايزين نكتب كتب في ذلك. قناعة المريض وفكره وثقافته. وواحد انت كلمت واحد من سوهاج وواحد من سمنود وواحد من كفر الشيخ وواحد من منصورة وواحد من الزمالك وواحد من زايد وواحد من اكتوبر. الثقافات المختلفة والعقائد المختلفة والثقافة المكتسبة والتعليم على الخبرات
بتفرق جدا في التعامل مع المريض. في مريض تلاقيه بيقول لك اصل انا يعني يقول لك انا ما وقفتش العلاج هو خلص. فدي اتعلمتها انا، كنت مصار لما واحد يقول انا يقول لك ما وقفتش العلاج لو هو خلص ما بياخدوش في الاخر. اقول له بتاخد العلاج؟ يقول بقول له وقفت العلاج، يقول لي ما وقفتوش. طب بمناسبه هو معانا اتصال يا عزب. الو. ايوه يا باشا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ معاك الدكتور. والله يا باشا انا الضغط بيعلى عليا احيانا، وبعدين بيرجع اروح لدكتور يكتب لي دواء للضغط، مجرد ناخده يقوم نازل مره واحده من اعلى حاجه لاوطى حاجه في الادويه، بيهبط الضغط عندي في الحال، فبضطر اوقفه. روح لدكتور قلب يكشف عليا، فطبيعي بكشف أشعة يقول لك الضغط ده زيادته عملت تضخم بسيط في القلب. سمعنا يا دكتور؟ ايوه يا باشا سامعك. فمجرد ان ناخد دواء الضغط يقوم نازل عند الضغط على طول، وشويه كتار خالص عايز الضغط لمده شهور منتظم جدا، يعني 80 120. مجرد انه يعلى عليا واروح اكشف يكتب لي دواء الضغط يقوم منزله في الحال، اروح اكشف اشعه. رحت لدكاتره ملهاش عدد، ورغم ان الصحه كويسه جدا ولا دخن ولا وباكل كويس جدا. عندك كام سنه؟ 43. طب بص يا باشا تسمح لي اتكلم؟ اولا انت اطمئن. نعم اطمئن، اول كلمه الاطمئنان هيبقى هو مفتاح علاجك. الاطمئنان تطمئن. الضغط شيء متغير خلقة ربنا، مع النرفزة والزعل الضغط بيعلى. لما بترتاح ضغطك بيرتاح معاك، لو بتتخانق ضغطك بيعلى، لو انت نايم ضغطك بيوطى شوية. ساعات بنشوف حالات زي حضرتك اللي هو الضغط يبقى يعلى وتديله علاج يقل شوية، ما تتخضش ولا تخاف. لو اتخضيت وخفت الموضوع مش هيتحل بسهولة. أول حاجة تطمئن. رقم اتنين، ان ممكن يكون ضغطك يعني عالي، بتاخد علاج ايه؟ اكتر علاج خدته اسمه ايه؟ اللي هو البرطمان اللي هو الاحمر ده، ما سمعتش اللي هو البرطمان الاحمر. أيوه. اللي هو 10 ده 10 ولا 10 10 ولا 10 ايه؟ لا اللي هو اسمه، هو انا عارف البرطمان الاحمر بس قول لي تركيزه ايه؟ الاحمر ده انه 5 اخضر كده. ايوه اخضر، بتاخد الخمسه ده. خدت الخمسه واتصلت بالدكتور اللي انا متابع معاه، قال لي طب كان ضغط عالي قوي، فاتصلت بيه قال لي هات ال10، خدت ال10 وطى خالص. ايوه يا باشا، بص يا باشا، هو انت بيجي لك بانيك يعني بتخاف بتترعب كده وبتقول له مش عارف ايه، فممكن تهدى. وهو الخمسه ده علاج للضغط البسيط، الضغط البسيط المايلد هايبرتنشن اللي انت بتقوله ده انا عارف اسمه، بيتاخد في علاج الضغط البسيط. فمعنى كده ان ضغطك مش عالي قوي. فانت لو انت هديت نفسك، ولو ما عرفتش تهدي نفسك بنفسك ممكن تاخد حاجه مهدئه، ولو انت بعد ما تهدى ممكن تتابع الضغط، ما تقيسش الضغط كل شويه بنفسك. ممكن في جهاز اسمه قياس ضغط 24 ساعه، لما تهدى تركبه ونشوف ضغطك كام. طيب احنا بس احنا عاوزين نشكر عشان برضو يعني ندي فرصه للناس، اهل بس سواج ياخد عشان يستفيد. اهل اهل اهل, أهل سواج اطمئن. واحد اطمئن. اتنين لو انت مش هتعرف تطمئن لوحدك خد مهدئ، والعلاج اللي هو الخفيف ده خفيف ما تقلقش. كتب لي دوجماتيول 200. ماشي لو هو بيريحك يعني، انا مش شغلي بقى ده يعني، لكن اهدى اطمئن خد العلاج. وممكن تقيس الضغط، حاجه اسمها قياس ضغط 24 ساعه بيقيس لك الضغط حتى وانت نايم وتتحلل. طلع فعلا بيعلى هتاخد علاج، حتى ممكن تاخد علاجات اللي هي بتشتغل شورت اكتنج بحس لو في فتره كده، بس هو ان شاء الله هيظبط من غير حاجه. طيب خلينا شكرا، خلينا نروح لمحمود لاهل من اهل سوهاج، يعني احسن هيطخونا بالنار. مش دعوه احنا مش قدهم بتوع سوهاج دول. اتفضل. السلام عليكم. عليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بس لو سمحت وطي التلفزيون من فضلك، يا ريت الكنترول يعني يقول لكل الناس المتصلين ان اي يعني وطوا التلفزيون. ده يا بتاع سواج زعل ومشي، فجانا وليد من دمياط. اتفضل يا وليد. اهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور.
بقول لحضرتك انا بدرس الاورتي من سنه 99 تمام، جات لي بعد كده الاي اف في سنه 2011 وقررت معايا سنه 2013 تمام. انت عملت عمليه استبدال صمام اورطه؟ لا الاورتي من سنه 99. فانا مشكلتي دلوقتي في الاي اف، فالاي اف يعني لما جات لي مرتين رحت على صرها المستشفى تمام، فساعات بتجيلي كده فترات ممكن لمده ثواني وتروح، وساعات يعني ما تجيليش، وساعات يعني ممكن اجري العب اي حاجه ما تجيليش تمام، وساعات احيانا ما بعملش اي حاجه خالص وقاعد هادي وكويس جدا في البيت وتقوم جايالي. فانا يعني دي هي اللي هزاني بصراحه، فمش عارف لها حل. بص يا باشا، هو طبعا انت شكلك يعني ايه شاطر وذكي وعارف عندك ايه وعارف اولك من اخرك ايه، ويا ريت كل الناس، بس انا مش عايزك تركز قوي في العيا لان هو ده اللي بيزود لك احساسك بيه، يعني مش عايزك تبقى مركز بهذه الصوره. الاي اف ده يعني الذبذبه الاذينيه، عشان الساده المشاهدين، او الرفه الاذينيه. الرفه الاذينيه غالبا انت مغير اورطه، فغالبا الاذين عندك حجمه هيبقى كويس اذا ما كانش في حاجه في الصمام المترالي، وغالبا هو بيروح ويجي. الصمام المترالي فيه يعني كنت عامل اشعه من حوالي اسبوعين، في اللي هو الارتجاع من الدرجه الثانيه ماشي، بس الاذين هتلاقيه كويس، مقاسه كويس، بدل بيروح ويجي. فهو انت حضرتك في ادويه بتحميك من كده، ان هو ما بياخدش اي ادويه خالص. لا، لو بيجي ذبذبه اذينيه هي ما بتضرش اللي زي حضرتك، انك كده كده بتاخد الماريفان، فهو أيوة. مش لكن هو انت متوتر منها، ففي ادويه بتظبطها، والادويه دي بتمشي عليها. هي بتتكرر بقالها قد ايه معلش؟ يعني حضرتك مثلا انا بقالها امبارح وولو جت لي على فترات ممكن لمده ثواني وتروح تمام؟ جت لي مرتين بس على عصرها ورحت المستشفى تمام؟ مره في 2011 ومره في 2013. هو عموما في ادويه بتظبط الذبذبه الاذينيه. طب ممكن بس اسم دواء حضرتك انا؟ لا ده هو يعني ممكن مثلا حاجات اللي هي مثبطات البيتا لو انت بتاخدها زودت شويه ممكن تظبطها تحميك. في ادويه تانية بس طبقا للحاله، وانت جربت ايه وما جربتش ايه يعني لازم اسالك. انا بامانه يا دكتور انا ما جربتش اي حاجه خالص، ما فيش. انت بتاخد حاجه كوردرون خدته؟ اخدته بس في مرتين بس في 2013 وبس وكده. خدته كام يوم يعني ولا كام شهر ولا ايه؟ لا ده اخدته ايامها شهر وقفته، اخدت محلول قوردرون ووقفت خلاص، والامور الحمد لله. خدت المحلول ده مره واحده، لكن انت ماشي على اقراص، مشيت على اقراص قد ايه؟ لا ما مشيتش الحمد لله، ما كنتش محتاجها يعني، بس لما بتجيلي كده فترات بسيطه وبتروح. يعني في ادويه شبه كده، يعني مثلا حاجه زي السيتالول ممكن تمشي عليها لو ضغطك مستحمل وضربات قلبك مستحمله، تمشي عليها والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله، بس انت لازم حد يشوفك. شغال شكرا. شغال في الموبيليا ولا ايه؟ ايه؟ شغال في الموبيليا. شكرا من اهل دمياط. وكنا من شويه كنا بنتكلم بنقول من يعني القلب لاحكام، طب في حاجه بقى تانية نخلينا نخرج كده نفرفش شويه كده نسال سؤال كده، فمين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ ناس قالت القلب وناس قالت العين، هل القلب ده دقت يقول لك ايه دقه القلب كده، دقه قلب يعني ان هو الحب هل يعني القلب هو اللي بيشعل المشاعر المفاتن الحب؟ يعني هل ده كلام صحيح ولا ده كلام روايات السينما وبتاع ده؟ ونثبت يعني ان يعني فنانة سعاد مكاوي الله يرحمها غنت مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ ناس قالت القلب وناس قالت العين. البيضة ولا الفرخة؟ الحقيقة يعني اعتقد علميا السبب في المشاعر هو المخ. يعني الجهاز العصبي هو اللي بيتحكم في المشاعر، هو سواء السعادة أو الحزن أو الحب أو الكره، المشاعر كلها بالجهاز العصبي. الجهاز العصبي بيبعت إشارات للقلب، فهو اللي بيتأثر، بتلاقي قلبك بيدق بسرعة لما تحب أو حتى لو كرهت، فهو القلب اللي بيتأثر. وطبعا هو العين برضو يعني إيه، يعني هي العين بتفسر الصورة عن طريق المخ. يعني 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 هو حضر يعني حضرتك قدامي، انا عيني بتشوفك، فبتروح في المخ بتفسر الصورة دي في صورة مواد ناقلة كيميائية، فهو في الاخر المخ هو المسؤول عن الاحاسيس كلها، حتى النظر، حتى السمع، حتى التذوق. المخ هو مسؤول عن الحركة، دي بتاخد اشارة من المخ، فالمخ هو المسؤول عن الحب، يبقى لكن هو عن طريق ايه؟ العين. ويتمثل في ايه؟ في القلب. يعني مين يعني بقى السبب؟ يعني عاوز اعرف مين السبب في الحب؟ العين.
العين. لو هي عين. طب ونسألت القلب. لا ما هو العين اللي شافت. المخ حس ادى اشاره للقلب. طب ما يا دكتور القلب يعشق كل جميل. ما هو القلب ده ومقصود بيه يعني مجاز يعني انا طبعا يعني بس هو يعني اعتقد انا طبعا بدل وبدال وبسيط يعني هو زي ما بقول لحضرتك انت لازم تشوف فتتاثر. التاثر بيبقى عن طريق المخ. المشاعر مخ. مش معايا ان القلب ليه حظوظ في الاغاني يعني يا طبيب كل القلب يا طبيب القلب وكل كل قلب كل دقه قلب بتسلم يعني عليك سلم عليك يا هو وحشني يعني هل يعني زي الحب بخد في حبك نار وقلب يا قلبي ليه كفايه مش عارف ايه يعني في يعني ويا قلبي كفايه كفايه ده يعني هل انتوا كدكاتره اطباء يعني بتسكنوا سعداء لما يعني الافلام بتتكلم عنكم هو الحقيقه من الطف التخصصات وطبعا اساتذتنا كلهم يعني من الستارز بيبقوا يعني القلب طبعا يعني الواحد بيعتز جدا انه طبيب قلب وحلم يعني لأي طبيب انه يبقى طبيب قلب طبعا هو في شيء من التحيز لأنه كل التخصصات مهمة لكن أنا زي ما بقول لحضرتك هو تفسير المشاعر زي ما قلت لحضرتك هي يعني هو من برضو في نقطة من لا يرى بيحب برضو يعني الذي لا يستطيع الرؤية بيحب فهو المشاعر المخ وممكن واحد يحب بالودن يعني بالاذن يعني انه هو حس بكذا يعني هي في الاخر مشاعر وفي واحد يعني هو اللي في مش ناس بتتولد لا بتسمع ولا بتشوف وبتحب باللمس ان بيحس بالحنيه فهو المشاعر يعني زي عبد الحليم باللمس بالهمس لا انا قصدي اقول هي المشاعر جهاز عصبي جهاز عصبي بقى اللا ارادي يعني حتى في الزعل الشديد ممكن واحد بطنه توجعه الجهاز العصبي قال لبطنه يعني بيحصل اشارات ان ما الامعاء دي بتحركها كل ده متحكم في الجهاز العصبي الارادي واللا ارادي او اللا ارادي ده فهو القلب هو اللي بيشعر مش بيشعر يعني بيوصل له المشاعر ان في مواد بتقول له لا سمباثيك مثلا اللي هو الجهاز العصبي السمبثاوي ده بيتاثر مع المشاعر فبيقول له دق بسرعه شويه او عشان انت الاحساس ده لكن هو حتى معلش انا اسف المواد اللي هي المخدره اللي بتعمل المورفين هو بيشتغل على ايه على المخ والمخ نفسه فيه اندورفين يعني مورفين ذاتي اندورفين يعني اندو يعني داخلي فالسيروتونين كل ده بيشتغل يعني السعادة والحزن والحب المشاعر دي المخ الجهاز العصبي لما بنتكلم على القلب هو الإنسان هقول لك حاجة لذيذة برضه هو في ناس كتير في 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 من أيام زمان وكده ما هو ده كله متوارث القلب مقصود به ما هو في داخل الإنسان يعني لما يقول لك مثلا يعني مش ساعات مش مقصود به الهارت اللي هو الجهاز اللي هو الدوري اللي هو القلب اللي هو الهارت يعني في القلب يعني في واحد يقول لك قلب الكوره قلب العاصمه قلب يعني وسط او داخل لكن هو القلب القلب ده هو بقى ده اللي بقول لك وجوده من عدمه الموت والحياه لكن المشاعر جهاز عصبي طيب دكتور يعني اذا كنا بنتكلم نرجع بقى لمقولتنا الشهيره يعني بالنسبه للقلب هل القلب ده يعني المضاعفات اللي بتيجي في القلب ايه المضاعفات اللي بيكون لها خطورتها يعني في يعني مثلا كان زمان يتقال في مريض القلب كان يتقال له خلاص انت ليك مده لكن العلم تطور وظهرت لنا حاجات كثيره جدا يعني طبعا الاعمار بيد الله العلم يعني تطور والكورونا جت لغت كل ده هو الحقيقه والله بكره يغنوا يا كورونتنا يا حبيبتنا من لا هي ممكن الكورونا بتوحد العالم يعني هو العالم لم يوحد منذ الاف السنين غير على الكورونا وللاسف برضو انا من الحاجات المستغرب ليها جدا ليه مثلا ما فيش تعاون بين الدول في هذا الامر يعني اعتقد ان الاتحاد الاوروبي مثلا لو امريكا والصين والاتحاد الاوروبي كله بقى بلد بيروحوا فيها يعني مثلا الصين تعبت كل الدول تروح فيها
باجهزه التنفس الصناعي بتاعتها بتكاترتها هيقدروا يحكموا المرض اكتر. ما حاسس ان مفيش تعاون. لا ما هو حتى النهارده يمكن الامين العام للامم المتحده طلب قال ان احنا 100 مليون دولار بس مش للدول الغنيه، قال لا للدول الافريقيه الفقيره اللي هي مش قادره. يا باشا احنا بنموت يعني. انا عايز اقول لك حاجه، يعني مثلا امريكا الجنوبيه، انا مش عايز امريكا الجنوبيه مفيش فيها او ما سمعناش ليه مثلا الدكاتره بتوعهم اجهزه التنفس الصناعي اللي مش مستخدمه كده 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 ما تروح الحتت اللي هي مش قادرين عليه، يعني يبقى في تعاون ودي تخلص يتنقل لهنا ودي تخلص تنقل لهنا. هو القلب من افضل الامراض اللي بتتعالج. الفيلم بتاع زمان لما تلاقي عبد الحليم حافظ جاله القلب وبيعيط وخلاص والموضوع انتهى، ما عادش كده. القلب مشكلته في التاخر في التشخيص، يعني واحد عنده صمام في القلب، الصمام ده له 1 2 3 4 في العلاج. لو انت اتاخرت عليه في التشخيص، ويعني مثلا مريض محتاج جراحة قلب مفتوح، خاف طنش يستنى خايف، العضلة بتضعف، العضلة لما بتضعف بقاش لها علاج. مريض عنده ذبحة، الذبحة دي مش عيب ولا حرام، هي الذبحة دي سنة. على فكرة برضو من ضمن وجه رؤيتي ان هو الانسان خلق ليفنى، ده هو ربنا قال كده كل من عليها فان، فخلق ليفنى يعني مفيش انسان مش هيموت. مفيش انسان مش لو ما ماتش هيقدم اللي هو الهرم. فهو الذبحه دي يعني تصلب الشرايين ده عامل زي بالظبط الشرايين بدات تبوظ شويه مع العمر ونتيجه عوامل خطوره موجوده عندنا كلنا. بمعنى انت لو جايب عربيه جديده بتبقى كل ما فيها جديد، مقبضها جديد، كل حاجه فيها جديده. الانسان وهو مثلا صغير بيكبر بيشد عوده بيبقى في احسن حالاته سن 20 سنه 30 سنه بيبقى في احسن حالاته اذا ما كانش في عيب مصنع، يعني اللي هو فهو بيحصل ايه؟ ان جاله ذبحه ده مش عيب، العيب ان هو مش عايز يتعالج، العيب ان هو خايف. ليه خايف؟ اصل كلنا كده. هو كل ما السن بيكبر بتلاقي نسبه الضغط مثلا اكتر في اللي فوق السبعين عن اللي فوق الستين، اكتر في اللي فوق الستين عن اللي فوق الخمسين، اكتر في اللي فوق الاربعين عن فوق العشرين. فهو لازم هيجي. يعني لو السكر كذلك، يعني هو البنكرياس خلايا بقالها 70 سنة غير بقالها 5 سنين غير بقالها 20 سنة، الشرايين كذلك. فهو لما يجي كده ومع الوقاية ومع ممارسة الرياضة مع الحياة الكويسة نتعالج. طيب عشان وقت البرنامج ده يمكن احنا الوقت يعني بيجري منا، خليني اسال. فهو انا لو طنشت الذبحه هتتحول لجلطه، الجلطه ممكن تؤدي لوفاه، الجلطه ممكن تؤدي لترهل في عضله القلب ومبقاش فيه علاج برضه، وبان احنا بنتاخر زي ما حضرتك بتقولي ايه هي الحاجات اللي هتحصل المشاكل لو احنا اهملنا علاج بعض الاشياء دي. اتفضل حضرتك. طب دكتور يعني يمكن امراض القلب النهارده بيقول لك كان زمان بين قلب المكان قلب يعني موجود لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي هل يعني خطوره ايه في نقل قلب المكان قلب يعني وقلبه، وهل لازم القلب تبرع الناس يعني القلب ميت يعني قلب لسه صاحي يعني لسه؟ هو طبعا ده اسمه اللي هو الهارت ترانسبلانتيشن او هارت لانج ترانسبلانتيشن، ده صعب وما يعني ما تمش في مصر وهو بيتم في امريكا. هو طبعا ده بيتطلب متبرع لسه ميت في مثلا في خلال عدد معين من الساعات بدري جدا، ويكون القلب ده يتاخد منه عشان يتنقل القلب تاني. بيبقى في معظمه في عضله القلب الضعيفه جدا اللي هو يعني اللي هو فشل عضله القلب. ما بتاثرش على شخصيه البني ادم لما بنقل له قلب من مكان قلب. انا بقى ده كلام انا يعني مثلا يعني انا يعني الدراسات يعني اتعمل كام مريض عشان يتعمل كام دراسه عشان كده كده يعني. ما هو المشاعر في القلب هي دي برضو النقطة يعني. المشاعر زي ما أنا يعني المشاعر أنت عارف المشاعر في المخ إزاي يعني. حتى أنت لو بتخاف من حاجة وبدأوا واحدة واحدة يأخدوك عليه، أنت مثلا خايف من المذاكرة بعد كده لقيتها سهلة واحدة واحدة واحدة، زي ما أنت أول مرة بتسوق العربية الأول بتبقى مرعوب جدا، بعد كده بتسوق بدون بلا إرادي. بمناسبة العربية بقى، هل مريض القلب يسوق لحد قد إيه؟ هل يحق ان هو يسوق ولا نقول له لا ما تسوقش لانك انت مش هتقدر، لان ممكن يجي له خضه رعشه؟ ده انا مره جالي واحد بيشتغل اوبر وعضله القلب 25% وعضله القلب مترهله، قلت له ما تسوقش، قال لي لا ده انا شغال اوبر. فده طبعا عرضه ان قلبه يقف في اي لحظه وهو سايق، هو اصلا بيتعب بسهوله جدا. فهو
مش كل مرضى في مريض قلب مش مريض، هو خلاص اتعالج وبياخد علاج. في واحد تاني بقى حالته يعني دي تبع درجة المرض وتمكنها من البني آدم، تبع الخطورة، تبع يعني في أمراض يعني أنت واحد عنده جلطة في القلب وتلحق في خلال 6 ساعات وركب دعامة ده سليم بس هيمشي على علاج، بس هو سليم يعني مش معيوب ما فيش فيه عيب خلاص موضوع انتهى. لكن مثلا واحد عضلة القلب 20% وبينهج عمال على بطال وعضلة القلب قد كده، فده عرضة لكذا والكذا، لا ده ما يسوقش ولا هيعرف يسوق ولا هيعرف يتجوز ولا هيعرف أصلا يقعد، بيبقى ماشي بالعلاج نزود شوية. وفي برضو أمل لكل دول، الأمل موجود يعني في أدوية كل يوم بتطلع جديدة وفي أجهزة بتتركب وفي منظمات بتظبط حركة القلب فبتحسن أداء القلب وبتحسن انقباضه. في نسب موجودة عالميا لمرضى القلب يعني في النسبة، نسبة قد ايه كم في العالم كله مريض بالقلب؟ يعني هو بص حضرتك أول سبب للوفاة في العالم هو القلب، وأكتر سبب القلب والمخ اللي هو أكتر سبب لدخول المستشفيات في العالم هو ضعف عضلة القلب، يعني هو بيمثل مشكلة. والوقاية في الآخر خير من العلاج، يعني الوقاية في الآخر خير من العلاج. يعني إيه؟ يعني أنا في تقسيمة يعني تقسيمة في المعايير الدولية اللي هو عمل ضعف عضلة القلب عملها ستيجز مراحل، مرحلة A و B و C و D. مرحلة A اعتبر فيها أن مرض السكر ومرض الضغط ومثلا تصلب الشرايين دي درجة من درجات ضعف عضلة القلب، بالرغم أن لسه القلب ما اشتكاش بس يقولك أنت عامله كده عشان ما يوصلش لكده. فدي بتبقى طريقة أكتر أن أنا أقي المريض بتاع السكر ده أنه ما يجلوش زبحة، ما يجلوش في الآخر ضعف عضلة قلب. مريض الضغط ده ما يجلوش تضخم في عضلة القلب عشان ما يجلوش ضعف عضلة قلب. وبعد كده الستيج التانية اللي هي المرحلة بي، المرحلة بي ده أن في مشكلة في صمام بس لسه مش عامل أعراض ضعف عضلة قلب، ده بتعامل معاه إن أنا بقدر أعالجه إمتى والساعة كام وأوقف إمتى وأعمل عملية إمتى قبل ما يخش في ضعف عضلة قلب. المرحلة الثالثة إن فعلا حصل مشكلة وبان عليه ضعف عضلة القلب. المرحلة الرابعة إن القلب مش عارف يخف بصورة كويسة. طيب دكتور يعني خلاص لأن وقتنا خلاص إحنا داخلين أو هنقول للناس يعني إصبعه على خير، خليني أسأل سؤال كده عائلي شوية، أنت اخترت بقلبك ولا بعقلك؟ أنا اخترت بقلبي وربنا كرم أنه طلع بعقلي. يعني أنا زوجتي زميلتي دفعتي برضو ده استشاري أطفال، استشاري أطفال العلاقة زميلتي دفعتي أكيد كان فيه القلب والعقل وكل الأولاد بقى هيكون مرحلتهم إيه يعني؟ أنا عندي إبراهيم وحلا دول في يعني في تالتة اعدادي وسامة في تانية اعدادي. وسامة هي اللي ربطت لك الكرافات، هي اللي ربطت لك الكرافات. برضه هيتخصصوا قلب ولا؟ الحقيقة هو انا بقرا ان مفيش حد احسن من حد الا بتميزه. يعني ممكن حضرتك تبقى اعلامي لامع جدا احسن ما تبقى دكتور فاشل. وممكن تبقى دكتور كويس لامع احسن من ايه مش كويس. يعني هي مش لازم انا بشتغل ايه، المهم انت مين وهتعمل ايه في اللي انت بتشتغله. ده وجهة نظري ومش بمثل. يعني انا ولادي مش هقصبهم على حاجة. يعني هو اللي عايز يعمل حاجة يعملها بس يحبها. يعني يعني انت محترم، انت مذيع محترم، دكتور محترم، ضابط محترم، مهندس محترم، الاحترام ما فرقش في الوظيفة، عامل نظافة محترم، بواب محترم، حارس محترم، الاحترام في كل دول ما فرقش من هنا لهنا لهنا. لكن لو دكتور مش محترم الحارس المحترم احسن منه. طيب بين الحب والغريزه هناك خيط رفيع، ما هو الخيط الرفيع الذي يربط بين الدكتور دكتور القلب وبين مريض القلب، الشعره ايه هي بقى؟ انا مش فاهم السؤال. يعني هناك بينكم يعني الاستاذ حسين عبد القدوس قال بين الحب والغريزه هناك خيط رفيع، وهو الخيط ده ممكن يتم مقصه بمقص، ايه الخيط الرفيع اللي بيربطك بينك وبين مريض القلب؟ يعني العلاقه اللي بينكم وبين بعض فيه، هل العلاقه اللي انت لازم تجبره ان هو لازم ينفذ تعليماتك بوفيه او اعتقد اللي انت بتقوله معلش مش ماشي مع اللي بتقوله التاني. يعني حساب عبد القدوس ما قلته دي مش ماشي ماشي. فهو لا، هو المريض القلب او المريض عموما لازم يثق في دكتور. لازم يبقى فيه ثقة، ثقة علمية وثقة شخصية. يعني يبقى واثق في ان هو الدكتور ده هيفيده علميا
وان الدكتور ده هي خايف عليه، لان هي المصلحه واحده. يعني هي في الاخر راحه المريض هي من حسن اداء الدكتور والمريض يستفيد. فهو دايما برضو المريض بيبقى مختلف من شخص لشخص. يعني في مريض بيحب، يعني في مثلا مريض لو انت اديت له فرصه للكلام مش هيبطل مش هيقفل، وفي مريض تاني هو بي بي يعني هو عايز حد يبقى فيرم معاه جدا، يعني حازم معاه عشان يسمع الكلام، وفي واحد عايز يستفسر على كلمه كلمه. فهو في الاخر انت بتحاول تحتوي الجميع، يعني في عموما في الحياه، يعني عموما في الحياه حتى لو انت هو الطبيب عنده انه بيتعامل مع الانسان اكتر. هناك البعض يقول او في مثل هناك شهير موجود يعني بيقول لك ايه، الله الشافي والاطباء يقبضون. الحقيقه هو الله الشافي، بس الاطباء هم سبب للشفاء. القبض ومش القبض دي بقى قصدك المال ومش المال، ده المال ده هو يعني يعني ايه يعني هو اللي بيزيع بيقبضون، واللي بيحميك بيقبضون، واللي بيجيب لك كهرباء بيقبضون، واللي بيجيب لك ميه. طب ليه دايما يقولوا في الاخر يبقى في انسانيات؟ يعني المفروض في تكافل اجتماعي، في اخلاق، في قواعد، في يعني ما يبقاش حد نصاب، ما يبقاش حد بيضحك على حد، ما يبقاش حد بذمتين. بصراحه دكتور بقول ان انا سعيد جدا ان انا يعني احنا بنتفرج عليك في التلفزيون دايما، يعني طارق عبد الجابر ضفر فانا يعني من حسن حظي ان انا اشوفك على الواقع. كتر خيرك. طبعا مره ثانيه شكر موصول للدكتور احمد البربري استشاري امراض القلب. طبعا بالتاكيد كانت حلقه ممتعه واجبنا على الاستفسارات. في معايا طبعا مخرجين محمد شحاتة، وليد عمارة، ومعايا محمد عزت، وبشكر كل المصورين اللي موجودين في الاستوديو وخارج الاستوديو، ايضا بشكر كل الزملاء اللي في الكنترول، بشكرهم جدا. وبشكر اولا واخيرا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو مدينا الصحة والعافية، وبشكر الأستاذ محمد رمضان المنتج الفني لقناة الصحة والجمال. والحقيقة جدا كل البرامج الحقيقة يعني كلها بتخرج من تحت إيده وإشرافه، والحقيقة ما زالت قناة الصحة والجمال إن شاء الله في المرحلة القادمة هتكون لها يعني نظرة جديدة، رؤية جديدة، برامج جديدة، أشياء كثيرة جدا. والحقيقة لو حد يشوف إزاي إن محمد رمضان قاعد بره وشغال والآخر والكلام ده ومروحش بيته، مع إن إحنا كنا بنقول له في البيت، هو قال لا خليني بيتي. هو ايه هنا في ايه هو في الاعلام والجيش والشرطه والاطباء هم عمرهم ما خدوا اجازه، يعني عمر دول ما قفلوا بالظبط. ومره تانية زي ما قال بالظبط الدكتور احمد البربري، لازم اوجه الشكر الى اطبائنا وبنقول لهم شكرا 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 ليكم جدا. ولازم بعد ما تنتهي الكارثه الوباء دي ان احنا نعمل لكم نقف كده كلنا ونحييكم ونضرب لكم تعظيم سلام، لان كنتوا على يعني كامل المسؤوليه. ايضا بنشكر شرطتنا، هي الشرطه ايما بدور كبير جدا، وبنشكرهم جدا جدا جدا. شكرا على حفاظكم على الامن، شكرا على اللي انتم بتطبقوا قانون اللي هو الحازم، اللي هو مش ايه ده عشان صحتنا، خايفين على صحتنا. انا عاوز اقول ان لما بتشوفهم هم بيرشوا لك سبراي وهم بياخدوا منك البطاقه وبيقول لك المعطر وكده حاجات كتيره جدا. فشكرا رجال الشرطه، شكرا لرجال الجيش ايضا، ان احنا بنشكرهم جدا على مجهوداتهم مع اخوانهم في الشرطه. ايضا مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره بشكر الاطباء ونشكر ربنا، ويا رب تحمي مصر. لكن في النهايه الاعلام طبعا والاعلام طبعا هو مؤثر جدا 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 بالتاكيد جدا. يعني هو دلوقتي الناس قاعده في بيوتها مش شايفه حد غير حضرتك يعني في بالظبط. ما تنساش الجوانت ده لازم فيه، ما تنساش وانت ماشي انا برضو هلبس يعني ده للمجبر في التجمعات، يعني في التجمعات، لانك انت بتروح البنك هتصرف معاشك، هتصرف الحاجات دي كلها، وانت بتاخد الخبز وكده. ما تنسوش ان بكره ويوم السبت في حظر كامل تام، اقعدوا ما حدش يعرض نفسه ان هو فيه. احنا بنقول الاسبوعين الجايين دوم عاوزينهم يخلصوا، عاوزينهم، لان احنا لو عبرنا الاسبوعين الجايين دوم حاجات كتير هتحصل كويسه جدا ان شاء الله، وهنبقى في امان ان شاء الله.
مرة أخرى أشكر الدكتور أحمد البربري استشاري أمراض القلب، بشكر جدا كل زملائي في الاستوديو وبشكركم، وألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله صحبة وأنا معهم. حتى ذلك الحين لكم مني أرق المنى، ها هو طارق عبد الجبر يقول لكم قبل أن يقول لكم تصبحوا على خير، خليكم في البيت.